تخيل نفسك داخل غرف العمليات أو حتى في ممرات المستشفى والأطباء يجرون لك عملية جراحية دون تخدير. لم تستطع تخيل المشهد، أليس كذلك؟ لكن هذا الحال يحدث الآن في قطاع غزة بسبب نقص المستلزمات الطبية والأدوية. فماذا تعرفون عن التخدير؟ التخدير العام هو مزيج من الأدوية المستخدمة لإفقاد المريض وعيه، لإبقائه ساكناً وحتى لا يشعر بالألم، وذلك لإجراء العمليات بسهولة أكبر. وقبل استخدام التخدير كانت العمليات الجراحية مؤلمة ومعقدة وخطيرة جداً، لدرجة أنه تم تجنب قدر الإمكان، ما جعل إجراءات البتر أكثر شيوعاً من محاولة إصلاح كسر معقد مثلاً. ومع تطور الطب بات للتخدير أشكال وأنواع، فمنه الكامل والموضعي، وذلك حسب الجراحة ودقتها وحجمها وخطورتها.